كمل. رحت عشان اعمل محضر، قالوا في البطاقه تقول مش معايا، خدوا البطاقه من 11 سنه مني، بطاقه ورقيه. يعني انت الواقعه دي من 11 سنه؟ اه، وقبل كده كانت عاطيه مفتاح الشقه يا حاج محمود. في حاجات انت بتقولها لنا النهارده لاول مره، ايه دي اللي من 11 سنه يا حاج محمود؟ السابقه اللي بقول لك عليها، انه لقى واحد في البيت عنده في الوحده ورجعتها وعاشت معاك 11 سنه يا حاج محمود. كان معددني باص لامان يا دكتوره، خلفت منها يا دكتوره. القانون بيقول يا لو سمحت يا استاذ محمود، القانون بيقول ان الزوجه اللي ترتكب بجريمه زنا وتتحبس دخلت السجن، والزوج قرر انه يسامحها ويعفو عنها ويعاشرها معاشرة الأزواج، يوقف تنفيذ العقوبة وترجع لذمته تاني. انت ارتضيت ورجعتها لذمتك تاني وكملت معاها زوجك وخلفت منها. كنت متهدد بوصلات الأمانة يا دكتور. وصلات الأمانة دي كانت في الآخر من سنة ولا كانت من 11 سنة؟ من 11 سنة دكتور. يعني أنت بقالك 11 سنة مرتضي على نفسك إنك تعيش معاها عشان إيصال الأمانة؟ يا راجل منك لله. من لله لله. أنت هتشلنا. ازاي ارتضيت على نفسك 11 سنة؟ احنا زعلانين عشانك يا حاج محمود، انت ازاي تعمل 11 سنة تبقى قاعد معاه كده؟ لا مؤاخذة، انت ليك وصف في القانون وفي الشرع احنا مش قادرين نقولهولك. انت ارتضيت على نفسك 11 سنة يا دكتور احمد؟ اللي انك سكت ليه؟ من أول مرة ظبطت واحد عندك في البيت، ده انت تفصل رقبتك. رحت يا دكتور وقالوا لي وجبنا ناس، وجبنا الحاج فوزي والحاج ابراهيم، وجبنا ناس كتيرة. حاج فوزي هيعمل لك ايه؟ نبدا عشان نخلص وطلب خدوا العقد. مفيش، خلص انت، ارميها بره وطلقها لو انت راجل مسالم. سامع حاجة؟ ترميها بره وتطلقها، انما تخليها على ذمتك وتخلف منها تاني؟